جسم تسكت مؤخرا. واحد الفنان خرج بواحد التصريح في احدى الاذاعات وقال عليك واحد الكلام، نخليك تشوفيه في هذا الفيديو وتعطينا التعليق. ابتسام تسكت، علاش؟ علاش مسكينه؟ علاش؟ علاش مسكينه؟ ماشي فنانه، ما كاتبانش لي فنانه. اه والله شوم انا ابتسام تسكت. المهم انا ماشي هي، انا ما كنهضرش عليها هي، كنهضر على الفن. لا هي انا ما كنعرفهاش اصلا وما ما عندي ما حتى شي. شنو التعليق ديالك ابتسام؟ شوف انا ما كنبغيش نعطي الموضوع اكبر من قيمته، ولكن بالنسبه لي انا كفنانه ما نقدرش نحكم على فنانين اخرين. فاللي كيتكلم بهذا الاسلوب وكيحكم على فنانين اخرين ما كناخذش رايه بعين الاعتبار، ان على الاقل كان يكون باسلوب احسن شويه ويحسن شويه من اسلوبه، كنت يمكن نتقبل الراي ديالو، واخا هو يمكن زميلي في الفن بحالي بحاله.